السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنتكلم مع بعض في تشابتر 5، تكملة للإبيثيليوم، بس الموضوع اسمه إبيثيليال بولاريتي أند ميمبرين. هو عايز يتكلم عن ارتباط الخلايا ببعض. هو إيه بقى الإبيثيليال بولاريتي أند ميمبرين ده؟ قال لي بص، الإبيثيليال سيلز اللي ساعتها كنت بتشوفها للتشابتر اللي فات ده بتبقى بولارايزد، يعني قطبية فيها إشارات وكده، تمام؟ معنى كده إن هي بولارايزد إيه؟ إن عندها بيز وايبكس ولاترال سايدز جوانب، بيز وايبكس ولاترال سايدز جوانب، دي معنى ان هي بولارايزد. كل ايتش اوف ذيس سايدز، كل واحد من الجوانب دي عنده بعض الموديفيكيشنز، التعديلات او السبيشاليزيشنز، الحاجات اللي خاصه بيه، تمام كده؟ فنقول عليها لاترال سبيشاليزيشنز وايبيكال سبيشاليزيشنز وبيزل سبيشاليزيشنز. هنبتدي باول حاجه اللاترال ميمبرين سبيشاليزيشنز. لقينا ان في الجدار من الجانب بيبقى فيه بعض الروابط اللي بتربطه بالخلايا المجاوره، يا اما نوع من الروابط بنسميه اوكلودنج جونكشن او تايت جونكشن، هتشيل يقول لي تايت وبرسيل، يا اما ادهيرنج جونكشنز، يا اما كوميونيكيتنج جونكشنز. طيب الاوكلودنج جونكشن ده منه نوعين، يا اما حاجه اسمها زونيولا اوكلودنس، يا اما حاجه اسمها فاشيا اوكلودنس، تمام؟ الادهيرنج جونكشنز بعد كده ده عباره عن زونيولا ادهيرنس وماكيلا ادهيرنس. يبقى انا عندي اثنين زونيولا ثابته، هنا اوكلودنز مع الاوكلودنج وادهيرنس مع الادهيرنج، تمام؟ اما هنا فاشيا اوكلودنج وماكيلا ادهيرنس، والماكيلا ادهيرنس بنسميها ديزموزو. اما الكوميونيكيتنج جونكشن بيقولوا عليها جاب الجونكشن، دي عباره عن سكيم انا مش بشرح. كلمه زونيولا معناها بيلت، عامله زي الحزام، تمام؟ وفاشيا معناها باند، عامله زي الايه الرابطه، وماكيلا معناها سبوت بقعه. فتعالى كده نمسك واحده واحده فيهم ونشوف ايه الكلام اللي موجود عليهم. يلا توكل على رسول الله. اولا كده نبتدي باول نوع اللي هو الاوكلودنج جونكشنز او التايت جونكشنز. ده منه حاجه اسمها زونه، زونه دي اللي كان اسمها الثاني بلت، حد يقول لي بلت ولا ولد وهكذا. طيب الفاشيا دي بنقول عليها اسمها باند، رابطه. طيب التركيب بتاع كل حاجه فيهم، يقول لي بالنسبه للزونيولا اوكلودنز دي عباره عن اثنين ادجيسنت سيل ميمبرينز، كل ميمبرين بتاع غرفين متجاورين بيبقوا فيوزد كومبليتلي، بيلتحموا مع بعض كومبليتلي خلاص، ويكونوا بيلت. شوف كانك حزمت الحته دي وحزمت الحته دي، طبعا الحزام لافف كده، تمام؟ وحزمت الحته دي، ما دام حزمت يبقى حطيت حاجه اسمها بيلت او زونيولا انسيركلينج، وتبدا تغلف او تلف حوالين الايبكس بتاع السل خلاص. دي الزونيولا ايه اوكلودنس. اما الفاشيه دي عباره عن باتشي باند، ماشي؟ باتشي باند فيوجن للتو سيل ميمبرينز، ان هما مرتبطين كده في بقع مع بعض. طيب الوظيفه سواء بقى كان فاشيه، هي الفكره بس طريقه الارتباط، هل هو مجرد حزام ولا هي بقعه او في منطقه كبيره الارتباط اللي ما بينهم، تمام كده؟ بس هو ده الفكره. من الاوكلودنس جاي من كلمه اوكلود يعني يقفل، بنقفل الخليتين على بعض، بنلزقهم في بعض، والهدف ان هم لما يبقوا جويننج سيلز، الخلايا الملتحقه ببعض دي او اللازقه في بعض، بتبدا تعمل ان امبرميبل بارير، ده بتاع الخليه، ده بتاع الخليه، ده فبقى الحاجه اللي ما بينهم امبرميبل، لا تسمح بمرور الحاجات، سيلز اوف انتراسيلر سبيس، بتبدا تحافظ على مكونات الخليه اللي جوه، تمام؟ ده كده اول حاجه من الجونكشن اسمها اوكلودنج جونكشن، عباره عن حاجه اسمها زونيال اوكلودنز وفاشيا اوكلودنز. تاني حاجه الادرنج، الادرنج ده كان منه زونيال ادرنز وفاشيا وماكيلا ادرنز، تمام؟ طيب الزونيال ادرنز سموها انترميديت جونكشن، والماكيلا زي ما شفناها اسمها ديزموزو. دي عباره عن ايه بقى؟ لو جينا بصينا الزونيولا ادرنز ده قال لي تو ادجيسنت سيل ميمبرينز بيبقوا سيبريتد خلاص، واسمه ايه؟ اسمه ادهيرنج جونكشن، ادهير جاي من كلمه ادهير يلزق، بيبقوا سيبريتنج ما بينهم وايد سبيس، الوايد سبيس تقريبا يقدر ب 20 نانو متر. السبيس ده بيبدا يتملي فيلد ويز ادهيسيف ماتريال، يعني سيل ميمبرين هنا وسيل ميمبرين هنا، وما بينهما يتملي بمواد تلزقهم مع بعض خلاص. اما الثاني لا، كنت تحط الممبرين والممبرين وتربطهم مع بعض، تمام؟ انما دي بعاد عن بعض في سبيس ماشي، وايد سبيس 20 نانو، وبيبقى ماشي مليان بادهيسيف ماتريال. طبعا بيقول لي هنا بيلت لايك جونكشنز سراوند السيل، خلاص كده عامل زي الروابط اللي هي بيلت، اللي بنقول عليها البيلت او الزونيولا، عشان كده اسمها زونيولا ادهيرنس، بتحوط الخليه، بتاسست، بتبدا تساعد ان ادجوينينج سيلز خلاص في الخلايا المرتبطه مع بعض تو ادهير تو وان انذر، انها تلزق مع بعض. السيتوبلازميك سايد شوز، السيتوبلازميك الجزء السيتوبلازمي يعني دي كده دي كده، الجزء السيتوبلازمي اللي هو ده
خلاص بيبقى فيه دنس كوندنسيشن مع اكتين فيلامنتس انسرتد ان ات بتبقى داخله فيه. تعال نشوف كده شكلها لو سمحت. دي دلوقتي الممبرين بتاع كل خليه، ده بتاع خليه وده بتاع خليه. عظيم عظيم جدا. نمسح كده ونجيب قلم مختلف، ادي ممبرين وادي ممبرين ومليانين مع بعض، هما الاثنين ونص ادهيسيف ماتيريالز، صح ولا لا؟ وناحيه الداخل ده كان ناحيه الداخل بيبقى فيه فيلامنتس كده اللي هي الاكتين فيلامنتس، اكتين اهو، صح ولا لا؟ طيب ادي هنا برضو كده، ده عباره عن سيل ميمبرين، سيل ميمبرين بينهم سبيس، والسبيس فيه ادهيسيف ماتيريال ملزقينهم مع بعض بيها، صح؟ جميل جدا. طيب ودايما الاكتين بيبقى ناحيه الداخل ولا الخارج؟ الداخل. يبقى هنا كده ما بين الخليتين هنا في زونيولا ادرنس، وجوه الخليه هنا وهنا في اكتين، تمام؟ لو احنا جينا بصينا بقى تاني على الكلام، يلا يقول لي هنا بتساعد الادجوينينج سيل انها تادير مع بعض، والسيتوبلازميك سايد بيبقى فيه دنس كوندنسيشن مع من اكتين فيلامنتس، بيبقى شابك فيها، شابك في مين؟ في الجونكشن برضو او في المواد دي، هدفها انها تبدا تعمل فيكسيشن، تثبت الخليه بالخليه المجاوره ليها، انما هدف الابلال اوكلودنج انها تبدا تعمل امبيرميبل بارير، تمام؟ يبقى تثبت الخليه في الخليه، او انها تعمل سيل تو بيزل لامينا ادهيرنس، تلزق السيل في البيزل لامينا. بس شباب فده هدفها انها تبدا تعمل فيكسيشن او مينتين، تثبت الخليه في الخليه الايه؟ او تثبت الخليه في البيزل لامينا. يبقى بص كده، لو احنا قلنا ان دي سيل ودي سيل ودي سيل، هدف بقى الزونيول ادرنز انها تثبت الخليه بالخليه، او انها تثبت الخليه في البيزل لامينا اللي تحتها، المهم ان هدفها تثبتها تعمل فيكسيشن. الشابتر ده انا عايزك تعود، انت ما تحضرش في ماجستير، انت بتاخد الكلمه وبتعمل ايه؟ تنجز خلاص، انت مش تقعد تقول لاي حد في العياده، قصدي انت عندك الماكيلا ادرنز، فاهم قصدي ايه؟ فانت انجز كده الحاجات اللي انت محتاجها ليك للامتحان يعني. طيب النوع الثاني من الادرنج جونكشنز، الا وهو الماكيلا، وماكيلا معناها سبوت، بقعه، اللي احنا بنسميها حاجه اسمها ديزموزوم. اسمها ايه؟ ديزموزوم. ده الماكيلا ادرنز اللي هي ديزموزوم، ده عباره عن اثنين ادجيسنت سيل ميمبرينز بيبقى سيبريتد بو فيري وايد سبيس، هنا السبيس اوسع شويه خلاص، حوالي 30 نانو بدل 20، ويبقى مليان بادهزف، يبقى لو السبيس قليل يبقى يتميل بايه؟ بزونيو الادرنز، لو السبيس واسع يبقى ماكيلا سبوت، بقعه كبيره. هنا نلاقي ان هي بتبقى سكاترد متطوره على السيل ميمبرين از سمول سيركلر سبوتس، بقعه صغيره كده ماشي، مدوره سمول سيركلر سبوتس، ده الايه؟ الديزموزوم. تلاقي لو بصينا هنا كده تمام، دي الخليه ودي الخليه ودي الرابط الايه؟ اللي ما بينها، تمام؟ احنا خلاص خدنا الزونيولا تمام، وده المفروض زي الايه؟ الماكيلا، تلاقي ان هي بقعه صغيره ايه؟ صفراء بتربط الخليتين مع بعض. طيب لما نيجي نبص عليها بالالكترون مايكروسكوب هنبص نلاقي ان بتبقى الكترون دنس لاين، خط كده بيبقى غامق شويه، ان ميدل اوف انتر سيلولار سبيس، في منتصف المسافه ما بين الخليتين، تمام؟ بيبقى فاين ترانسفيرس فيلمنت كده بنقول عليه لينكر. لينكر معناها ايه؟ زي جامد كلمه لينك، رابط، يبقى دي عباره عن رابطه. طيب ولما نيجي نبص عليها نلاقي ان السيتوبلازم، سيتوبلازمك سايد، الجزء السيتوبلازم دي خليه ودي الخليه، الجزء اللي هنا بقى شو ثيكند اتاتشمنت بلوكس انسرتد ان اتس انترميديت، خلاص فيلمنتس تسميها تونو فيلمنتس، تبقى هير بين لايك لوبس عامله زي الشعر، دبابيس الشعر كده اهي، زي ما انت شايف اهي، هير بين لايك ايه لوبس، الحاجات اللي موجوده دي، تمام؟ طبعا انت مش هتقعد تحفظ الوصف ده كله يعني، تقراه بس على طول، المهم تعرف الفانكشن وده بيبقى موجود فين، يعني حته اول سطر اللي هي فيري وايد وايد سبيس الكلام ده، وتعرف في الاخر الوظيفه. ده برضو هدفها، ما هي ادرنج معاها تلزق، يبقى دي بتفكس، تعمل فيكسيشن، تثبت سبيشال ان ستراتيفايد سكواس ابيثيليوم، يبقى موجود النوع ده في الاستراتيفايد اللي هو متعدد الطبقات، وده اقوى نوع من الجنكشن. سؤال ام سي كيو مهم جدا، مين السترونجست تايب بتاعنا؟ يبقى يلا نشاور على الاختلافات على طول، ده السيتوبلازمك سايد جوه بيبقى فيه اكتين فيلمنتس، ده بيبقى فيه بلاكس كده بنقول عليها اسمها تونو فيلمنتس او انترميديت فيلمنتس، خلاص؟ طيب ده بيبدا يثبت الخلايا مع بعض، خصوصا في النوع الابيثيليوم اللي هو الاستراتيفايد، فيه كذا نوع اللي فيه كذا لاير، وده بنقول عليه اقوى نوع من الجنكشن، شفناه وعرفنا الرسمه بتاعته عامله ازاي. تعالى بعد كده النوع الثالث من الروابط، الا وهو الكوميونيكيتنج جنكشن، وده سهل جدا. تركيبه ان كل خليتين بيبقوا سيبريتد مع بعض، ماشي، سيبريتد مفصولين عن بعض، فيري نارو سبيس حوالي 20 نانو او اقل.
بيبقى فيه انتجرال بروتين، بروتين داخلي كده طالع من التو ادجيسنت سيل ميمبرينز، من الميمبرين بتاع الخليتين، فورم كونكتنج تيوبس، بيعمل زي تيوب او قناه ماشي بتوصل الاثنين مع بعض. القناه دي بنسميها حاجه اسمها نكسس، اسمها ايه؟ نكسس، او بنقول عليها جاب الجونكشن، تبقى موجوده ما بين التو سيل. عددها طبعا بيتراوح من القليل الى الالاف من الجاب الجونكشن على حسب الخليه ووظيفتها. الوظيفه بتاعتها انها بتبدا تعمل فاسيليتيشن، بتسهل قوي الموفمنت بتاع الايونز او الاشارات، السيجنال اللي هي السيجنالنج مولكيولز، ما بين الخليه رايح جاي في اي اتجاه، وبتبقى موجوده تقريبا في كل الخلايا ما عدا السكيليتال ماسل، ما فيهاش جاب الجونكشن. تمام. اكزامبل ليها الجاب الجونكشن تبقى منتشره جدا جدا في الكاردياك ماسل، وشويه في السموث ماسل، ومسؤوله انها تبدا تعمل رابيد كوندكشن، توصل الكهرباء بسرعه، وتعمل كوردينيشن للاكسايتنج ويف، تبدا تعمل تناسق للموجات الاثاره بتاع الخليه. طيب ده كده الثلاث انواع من الروابط، لو الاثنين لازقين في بعض كده خالص ومربوطين كانهم حزام، ده كده الاوكلودنج. لو هم مفصولين عن بعض بسبيس واسع شويه، وايد او فيري وايد، يبقى ده ادهيرنج جونكشن. لو هم ماشي في المسافه ما بينهم ضيقه ومفتوحين على بعض بتيوبه، خلاص بنقول عليها اسمها كوميونيكيتنج جونكشن، نوع اسمه جاب جونكشن. الجونكشن الكومبلكس ده لما يبقى موجود مور ذان وان تايب، اكتر من نوع من الجونكشن ما بين خليتين، ماشي، لما موجود ما بين الخليتين اكتر من نوع من الجنكشن نسميها جنكشنال كومبلكسز. وده بيبقى موجود في التول كولامينر سيلز، الخلايا الطويله العموديه اللي بتبدا تبطن الانتستين، زي ما احنا عرفنا في الابيثيريال تيشو بتبقى موجوده فين. تمام. ده كده اللاترال سبيشاليزيشنز. باقي عندي الابيكال. الابيكال ليه عند الابيكس ممكن يبقى الخليه زي ما شفنا قبل كده عليها حاجه من اربعه، يا اما مايكروفيلاي او ستيريوسيليا اللي هي بتبقى سيليا بس مش متحركه، او سيليا بتبقى متايد متحركه او فلاجيلا. تمام كده. طيب نمسك واحده واحده. اولا كده المايكروفيلاي، اولا كده مين المايكروفيلاي؟ دي بتبقى شورت فينجر لايك بروجكشنز، حاجات عامله كده، عامله زي زائد اصبعيه، خلاص بتبقى موجوده على الانر سيرفيس بتاع السيل، ايه السيل ميمبرين، يعني السيل ميمبرين كده خلاص، هنا اوت وهنا انت، بقى موجوده على الانر سيرفيس الزاويه الاصبعيه دي، وبتعمل تحت الميكروسكوب نشوف ان هي عامله زي اسنان الفرشه، نقول عليها براش بوردر او استريشنز، تمام، مخططه. والسيل ميمبرين ده بيكفر ان اكتين كور انسرتد انتو التيرمينال ويب، بيبقى داخل فيها شويه اكتين، وده هدفه ان يبدا يحافظ على الاستابيليتي، ثبات والكونتراكتيليتي، الانقباض بتاع المايكروفيلاي. تمام. الاكتين ده بيكونتراكت ويريلاكس عشان يقلل ويزود ارتفاع المايكروفيلاي، يعني ممكن تزود الطول بتاعها او تقللها على حسب الكونتراكشن بتاع الاكتين ده او الريلاكسيشن بتاعه. وهدف دايما المايكروفيلاي او الزوايد الاصبعيه ان لما تبقى فيه كده انحناءات كتيره انها بتزود السيرفيس اريا، وده كلام محفوظ بس هنا للامتصاص لان دي في الانتستين، ممكن تبقى موجوده في الكدني برضو، بتعمل اعاده امتصاص، بدل يزود السيرفيس اريا للابزوربشن تبقى للري ابزوربشن. تاني حاجه الاموتايل سيليا او الاستيريو سيليا، دي بتبقى مايكروفيلاي طويله شويه، نوت تروسلز او نوت تروسيليا، مش سيليا حقيقيه، مش متحركه، بتبقى عامله هير لايك بروسيسز، عامله زي زواد الشعر كده، وبتظهر زيها زي السيليا، بتحتوي على اكتين فيلامين زي المايكروفيلاي، بتحتوي على اكتين زي الايه المايكرو، برضه هدفها انها تزود سيرفس اريا، بس الكلام ده هتلاقيها مثلا في الابيديدمس اللي هو البربخ بتاع الميل جينيتاليا او الجهاز التناسلي الذكري، عشان تبدا تنقل السبرمس او الحيوانات المنويه من الابيديدمس او البربخ لحد ما تنقلها للحويصلات المنويه عبر قناه الفاز ديفرنس اللي هو وعاءين الناقلين. بعد كده السيليا. السيليا دي اللي هي اللي هي بنسميها اهداب كده، خلاص دي بتبقى السيليا دي عباره عن ايه بقى؟ موتايل لونج بروسيس، طويله شويه ومتحركه، موجوده في بعض الابيثيريال سيلز، برضو بتبقى هير لايك بروسيسز، عامله زي الشعر، بتبقى الريجولار منتظمه وبارل موازيه لبعض. السيل ميمبرين طبعا اللي بيغطي ده، لما نشوف عليها بالالكترون مايكروسكوب هنشوف ان السيل ميمبرين اللي بيكفر السنترال كور خلاص بيبقى فيه 20 مايكرو تيوبولز، بتبقى مترتبه المره دي بقى سنجلتس، خلاص كده اثنين سنترال سنجلتس سراوندد، محاطين بتسعه بريفرال دوبلتس، يبقى اثنين سنترال اثنين كده سنجل، كل واحده لوحدها، محاطين بتسعه بريفرال دوبلتس، ده كده دوبلت، ده كده اثنين، كده ثلاثه، كده اربعه، كده خمسه، كده سته، كده سبعه، كده ثمانيه، كده تسعه، يبقى دي كده الدوبلتس، فنسميه الموضوع ده اسمه اكزونيمي، اسمه ايه؟ اكزونيمي. تمام. ايه وظيفه هذه السيليا؟ قال لي بتساعد طبعا في الريزميك بريزنج، التنفس، خلاص، او سوري الريزميك بيتنج، تحرك ان وان دايركشن عشان تحرك الميوكس المخاط اللي موجود في الريسبيراتوري تراكت، الجهاز التنفسي،
خلاص عشان يزق التراب اللي فيه ونطرده مع البلغم او الكحه، او يحرك الاوفا والبويضات اللي هي غير متحركه في الفيميل جينيتال تراكت او الجهاز التناسلي الانثوي. لو جينا بصينا على الحاجات دي كده، دي كده بالنسبه لي السيليا بتبقى ماشي هير لايك بروجكشنز اهي او بروسيسز، هدفها انها تبدا تساعد على الحركه. اوكي، طبعا شكل برضو السيليا بالنسبه لي ادي اتنين سنجلتس كل واحده لوحدها، وبعد كده تسعه دبلتس بريفري على الاطراف، واحد اتنين تلاته اربعه خمسه سته سبعه تمانيه تسعه، يبقى اتنين في تسعه ب 18، واتنين اللي في النص بيبقوا 20، ده المايكروتوبيولز اللي موجوده. خلاص ده اللي بيعمله الايه السيليا، وعرفنا هدفها. الفلاجيلا اللي بعد كده، الفلاجيلا دي اللي هي بيبقى عامل زي التيل كده سنجل، بيبقى واحد بس مش كتير، لونج سيليم يكون التيل مثلا بتاع السبور بتاع الحيوان المنوي، نلاقي ده الايه التيل بتاعه بالمنظر ده، تمام، بيبقى مشابه لتركيب السيليم اللي هو مفرد السيليا، ولكن بيبقى اطول شويه، والفانكشن بتاعته ان هو بيبقى وايب، وايب معناها بيبدا يهز لايك موفمنت وايب، كانه بيبدا يمسح يروح ويجي عشان يساعد على حركه السبور، تمام كده. ده الحاجات اللي احنا شفناها، ده طبعا برضو الاثنين سنجلس والتسعه بريفرال دوبلتس زي ما احنا شفناها، ده المايكروفيلاي قصيره، الاستيريو سيليا بتبقى اطول شويه، والسيليا بتبقى هير لايك بروسيس متحركه، انما الاستيريو سيليا بتبقى اموتايل غير متحركه. ده كده خدنا الابيكال وخدنا اللاترال. البيزل بقى سبيشاليزيشنز هم ثلاث حاجات، يبقى كده خلصنا، تمام. البيزل البيزمنت ميمبرين والبيزل انفولدنجز والهيميديزمزوم، كلام كده اتعلمه بكلمتين عشان ننجز، هو تشابتر كده عبيط وسهل. البيزمنت ميمبرين يقول لي ده الميمبرين اللي بيبقى تحت الابيثيليوم، خلاص سيبريتنج يعني دي خلايا الابيثيليوم مثلا ايا كان نوعها كيوبيكال او كولامينال او سكويمس، بيبقى تحتها ميمبرين اسمه بيزمنت ميمبرين بيفصلها عن اللي تحتها. مين اللي تحتها هنا كده بقى؟ قال لي الاندرلاينج كونكتيف تيشو، تمام تمام جدا. بعد كده يقول لي هنا ايه بقى؟ With special stains، لو جينا استخدمنا صبغات خاصه زي الفضه الاي جي او البي اي اس، خلاص بتبدا تظهر تخينه او رفيعه. تظهر تخينه لو هي كانت كلير واضحه، تمام، تظهر رفيعه لو هي كانت نون كلير، ده بالايه بالال ام، يبقى نستخدم صبغات خاصه. خليك فاكر ان البي بي 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 بيزمد ميمبرين بنستخدم معاه البا با 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 بس، تمام، والاي جي الفضه، وبيأبير انه ثيك او ثين على حسب هو رفيع ولا تخين. ماشي، يظهر سكة تخين لو هو واضح، يظهر رفيع لو هو مش واضح. الاي ام بقى بالالكترون مايكروسكوب بيتكون من بيزل لامينا، ده البيزمنت ميمبرين، وريتيكولار لامينا. البيزل لامينا بتتكون عن طريق الابيثيليال سيلز كسيل كوت كغطاء، اما الريتيكولار لامينا اللي هي الشبكيه دي بتبقى ريتيكولار فايبرز فورمد باي الاندرلاين كونكتيف تيشو سيلز، معموله بالكونكتيف تيشو سيلز اللي تحتها هي اللي عملت الريتيكولار فايبرز دي، تمام. يبقى ده البيزمنت ميمبرين، ممكن بالالكترون مايكروسكوب نلاقي ان هو بيزل لامينا عباره عن ابيثيليال سيلز كده عامله زي السيل كوت، تمام، وبعد كده بيبقى في شويه ريتيكولار فايبرز اللي هي ريتيكولار ايه لامينا اتكونت بالكونكتيف تيشو سيلز اللي موجوده هنا. طبعا وظيفه البيزمنت ميمبرين ده ان بيبدا يساعد ارتباط الخلايا وبيسبورت الخلايا ويساعد في الريبير لو خليه حصل لها دامج، ويكنترول الباسج مرور الحاجات الى ومن الابيثيليوم. ده كده اول حاجه اللي هو البيزمنت ميمبرين. البيزل انفولدنج الكلام فيه بسيط جدا، هو بيبقى في السيلز سبيشالايز في الخلايا المتخصصه للايون ترانسبورت، نقل الايون زي الكيدني تبيولز او نفرونات الكليه، تمام، بيبقى فيها بيزل انفولدنجز كتيره، يعني حاجات طالعه ونازله بالمنظر ده. طيب بالال ام والاي ام يقول لي بيبقى فيها انفاجينيشن للبلازما ميمبرين او السيل ميمبرين وذ فيرتيكالي ارينجد ميتوكوندريا، الميتوكوندريا بيبقى مخصوصه بشكل ايه عمودي، تو سبلاي الانرجي عشان تبدا تمدها بالطاقه فور اكتف ترانسبورت عشان تبدا تساعد على النشاط بتاعها. الهيمي ديزموزوم، خلاص ما احنا خدنا ديزموزوم، المره دي بقى هيمي، ده بيبقى هاف ديزموزوم، نص ديزموزوم بنفس التركيب بتاعه. طب ايه وظيفته؟ قال لي ده بيثبت الابيثيليوم في البيزمنت ايه في البيزمنت ميمبرين. ده كده بالنسبه لي تشابتر ابيثيليال بولاريتي، شكرا ليكم.